بايدن سيواصل مهامه وهو يضع الولايات المتحدة الأمريكية أولا ويضع مصلحة دافع الضرائب الأمريكيين. هذا ما دأب عليه وعلى فعله بايدن، ونحن نرى هذا التغير التحولي، ورأينا أنه كان هناك إصلاح للاقتصاد وللبنى التحتية في المطارات والتشريعات التي أصلحت وتعززت منذ بشكل أفضل من 30 عاما الماضية، وكذلك تمرير قانون خفض التضخم، وكذلك وضع تشريعات من أجل مواجهة التغير المناخي. ما تزال أمامنا أشياء لنعملها، يجب أن ندافع عن الديمقراطية، عن الطبقة المتوسطة، نكافح من أجل حريتنا، ورئيس بايدن سيواصل فعل ذلك إلى جانب نائبته كامالا هاريس، وكذلك الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كانت هناك نقاشات محتدمة في هذه الفترة الأخيرة. ما الذي يمكن أن تقوله عن مخاوفك بالنسبة للرئيس بايدن؟ الرئيس بايدن، النقاشات التي تجري بيني وبينه تظل سرية وخاصة. هل يمكن أن توضح لنا، هل أخبرت الرئيس ب أنه إذا ضللت في الحملة الانتخابية لن نفوز؟ وثانيا، ماذا تقول كرد عن أن هناك ديمقراطيين هم الذين دفعوا بايدن إلى التنحي؟ أولا، بايدن سيدخل التاريخ باعتباره الرئيس الحالي الذي اختار أن يترحل من الحملة الانتخابية، وبايدن سيكون له الفرصة للحديث عن ما جرى في ذلك المجلس الانتخابي الذي كان خاصا. الرئيس السابق دونالد ترامب الآن لديه نوع من الانهيار. لماذا؟ لأن المرشح الرئاسي الآن غير شعبي، لأنه حاول أن يفرض قانون منع الإجهاض على النساء وبسبب أشياء أخرى. كل ما علينا فعله نحن الديمقراطيون أن نمضي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام، وكذلك نواصل عملنا بعيدا عن الممحكات السياسية. هناك من كان له المخاوف بشأن تراجع الرئيس أو تدهور أدائه كرئيس. علينا أن نفعل قصارى جهدنا من أجل أن نستعيد السيطرة على مجلس النواب، وكذلك أن نطرد الغالبية من نواب حركة ماغا في مجلس النواب. نحن ننتظر قائد شومر ليأتي لنا بالنبأ اليقين من نائبة رئيس كامالا هاريس. المجلس الانتخابي، ما الذي جرى فيه وما الذي ناقشتموه؟ نحن ناقشنا التغير مقابل الوضع القائم، المضي قدما ببلدنا في مواجهة حركة الماغا، الدفاع عن حرية النساء والصحة الإنجابية، وكذلك مواجهة كل المتشددين من حركة ماغا أن يجروا الشعب الأمريكي إلى الأسوأ. نحن نريد أن نعبئ الشعب الأمريكي بدءا من الطبقة المتوسطة، ومواجهة خطط ترامب والتركيز على خطط بايدن لعدم تقليص الضرائب عن الأغنياء التي يريد ترامب أن يتبعها. أنا متحمس للاجتماع الذي سيكون لدينا مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وسيكون بعد قليل.
إذن استمعنا مشاهدينا لهذه الكلمة لحكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، والذي أشار فيها إلى اجتماع الآن سيعقد مع نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس. يقول إذن جيفريز بأنه الرئيس بايدن سيواصل مهامه ويضع مصلحة الولايات المتحدة بالمقدمة.